كالعادة بيجي دلوقتي يعني الوقت مع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، وهنروح لفرع نادي الأهلي بالجزيرة ومراسلتنا العزيزة سلا حامد اللي بتنورنا كل يوم عشان تطلعنا على آخر المستجدات في النادي الأهلي. سلا بونجور، وسامعينك طبعا أنا وكريم وكل السادة المتابعين، تفضلي يا سلا. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند يعني حاليا احنا متواجدين كلنا طبعا يعني قناه الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاكم باخبار جميع الفرق الرياضيه وفريق كره السله رجال تحت قياده مستر اوجاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن امبارح رجال كره السله نهاوند وكريم كان عندهم مباراة مهمة وصعبة، يعني يعتبر ديربي من يعني الديربيز او ماتشات الديربي في كرة السلة، كانت المباراة مع نادي الجزيرة وانتهت بفوز النادي الاهلي. يمكن طبعا بعد النادي الاهلي يعني قدم اداء متميز وقوي طوال يعني الفور كوارترز، يمكن النتيجه يعني كانت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 83-67. والنهارده ان شاء الله يمكن الفريق مستر اوجاست ايبوش قرر انه الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي ولكن في وقت متاخر النهارده على صاله امير عبد الله الفيصل، وبعد كده يعني هيستمر التمرين لحد يوم الخميس عشان بعد كده يوم الجمعه ان شاء الله الجمعه المقبله هيكون في مباراه او اخر مباراه في مرحله ترتيب الفرق من الاول للثامن في بطوله الدوري السوبر لكره السله، وهتكون المباراه مع نادي الاتحاد السكندري وتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ده بالنسبه لفريق كره السله الرجال. النهارده كمان سيدات كرة السلة أو ملكات كرة السلة مع الكابتن طارق خيري النهارده إن شاء الله عندهم مباراة الساعة 6 مع نادي سموحة على صالة نادي سموحة في مدينة الإسكندرية. يمكن يعني سيدات كرة السلة امبارح اتمرنوا داخل مقر النادي من الساعة 2 للساعة 4، وبعد كده يعني سافر يعني الجهاز الفني واللاعبات بالكامل للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يدخلوا في أجواء ما قبل المباراة، والنهارده إن شاء الله عندهم المباراة الساعة 6 على صالة سموحة. كمان سيدات كرة الطايرة لحد دلوقتي يعني من ساعة ما أخذوا كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي هم واخدين 3 أيام راحة، النهاردة هيكون ثالث يوم وبكرة إن شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان يستعدوا للمرحلة المقبلة إن شاء الله والمباريات والمواجهات يعني المنتظراهم. يمكن لسه يعني نهاوند وكريم انه الجدول الفرق والمواعيد لمباريات في بطوله الدوري العام للكره الطايره لسه ما اتحددتش من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره، ولكن ان شاء الله في خلال يعني الايام القادمه هيتحدد انه ان شاء الله النادي الاهلي هيبتدي مبارياته امتى في بطوله الدوري. ولكن يعني سيدات كره الطايره بكره هيرجعوا للتدريب عشان يستعدوا للماتش يعني اللي اتحدد ان شاء الله الفتره اللي جايه واللي هيكون دور ال 16 من بطوله كاس مصر مع نادي اصحاب الجياد، والمباراه تقام في تمام الساعه 6 مساء على صالة نادي أصحاب الجهاد في مدينة الأسكندرية، ودي إن شاء الله هتكون الشهر اللي جاي يوم 6 من شهر فبراير الجاي. ده بالنسبه للطايره سيدات. كمان الطايره رجال النهارده ان شاء الله يعني عندهم تمرين وهيواصلوا التدريبات ايضا بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي لاول مباراه في الدوره المجمعه والدور القبل النهائي في بطوله الدوري العام للكره الطايره، واللي هتقام يعني وهتبتدي ان شاء الله يوم الخميس. اول مباراه للنادي الاهلي هتكون مع نادي سبورتنج وهتقام ايضا في تمام الساعه 6 مساء على صاله القاهره. كمان استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، سيدات كره اليد النهارده مع الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات كرة اليد عندهم مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة مع نادي الطيران، وهتقام أيضا في تمام الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. بنتمنى التوفيق طبعا يعني أنا هوندو كريم لكل الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي سواء النهارده سيدات أو ملكات كرة السلة وسيدات كرة اليد في مباراتهم النهارده، وكمان يعني باقي الفرق في المواجهات القادمة إن شاء الله. بالجانب طبعا لفريق الأول لكرة القدم النهارده اللي عندهم مواجهة مهمة مع نادي سموحة في مباراة النصف النهائي من بطولة كأس مصر، إن شاء الله يعني النهارده يكونوا قدها وتأهلوا للنهائي من بطولة كأس مصر، يعني إن شاء الله البطولة تكون من نصيب النادي الأهلي ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. طبعا انا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان نعود مره اخرى للاستوديو الكلمه ليكم. طبعا اتفضلي يا نهاوند. لا تغطيه كالعاده رائعه منك ومتكامله يا سالا، بشكرك جدا اكيد انا وكريم عليها، شكرا ليكي.